أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ عبد الرحمن، الحقيقة الميزة القوية اللي عند حضرتك إن أنت عندك استيعاب كبير أوي للي موجودين، وعندك ميزة إن أنت بتعرف توصل المعلومة اللي قدامك بدل مرة اتنين وتلاتة وأربعة، عندك كل بال دي حاجة كويسة مش موجودة في ناس كتير، وفي معلومات كتير أنا انبسطت إن أنا استفدتها من حضرتك جدا، ودايما في تقدم ونجاح دايما على طول إن شاء الله، وأنت يعني حد كويس وإن شاء الله يبقى ليك حاجة كويسة قدام إن شاء الله بإذن الله، فبشكر حضرتك جدا.